أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إمام جمع العشاء مع المغرب للمطر، وصليت ركعة من العشاء وصلى ركعة من العشاء ودخل معه شخص بنية المغرب، فهل فعله صحيح أم أنه يعيد الصلاة؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان نوى المغرب وكمل المغرب فلا بأس بذلك. نعم.